حاضر. الله يخرب بيت مشوارك على بيت سلمك على بيت اليوم اللي فكرت اجيلك فيه. ادخلي يا واطيه. انا برضه اللي واطيه ولا اللي ساكنه في العشوائيات هي اللي واطيه؟ طب خدي نفسك الاول وبعد كده ارجعي لسفلتك. اوعي بس يا بنت تكون الميه دي من الحنفيه. ما تعيش عيشه اهلي. ليه يا اختي وهي دي كانت عيشه اهالينا ولا كانت عيشه اهلك انت اصلا؟ يا بتاعه المعادي يا اللي امك دكتوره. ما هشام ايه؟ هشام دكتور. دكتور في ايه بقى؟ بقولك ايه وانت جايه تبركيلي ولا جايه تبكتيني؟ بصراحه اخر حاجه كنت اتخيلها ان انت تسكني في القرف ده. طب اخلصي بقى وشوفي هتشربي ايه لما تخلصي. كنسي ومسحي سندريلا.